ميسيون امبوسيبل برهان بسايس. يلا 8:14 دقيقة إن شاء الله الحادث متاع برج السدرية يكون إن شاء الله بإصابات ماهيش خطيرة. اش عندك معطيات؟ حفلة بتاع السياح انزلقت على مستوى برج السدرية، محاولة بتاع برج السدرية هذاك الواحد، وإصابات إن شاء الله نسمو الخير وربي يفرج على الناس إن شاء الله باللطف. إن شاء الله باللطف. يلا ما يسير ساعتنا الثانية نبداوها بالربح مع كارشير. يعمل ترن ترن يا سيد المخرج. لا لا مانيش بقدر كلمة تعمل ترن ترن. لا ريبيا كي تحب تعمل نعرفك. يلا كي نقولوا نظافة وتنظيف نقولوا كارشير، الماركة العالمية المختصة في تنظيف الديار، الحدائق، المصانع والمطاعم. اليوم السيت رقم واحد كارشير سنتر تيغي ad.tn، تلقاو كل المنتجات اللازمة بما في ذلك ليز اسبيراتور بأنواعها المختلفة، لي نيتوايور اوت بريسيون اي لي نيتوايور ا فيتر. السيت كارشير سنتر تيغي ad.tn يقدم لكم عروض استثنائيه، هدايا حصريه، خدمات التوصيل في كامل تراب الجمهوريه في ظرف 24 ساعه. توا فاش تستناو ما عليكم، كان تدخلوا على السيت كارشير سنتر تيغي ad.tn ولا تمشيو للشوروم كارشير سنتر الموجود على طريق المرسى. اليوم نيتوايور اوت بريسيون كادو بقيمة 400 دينار بفضل قوته وتصميمه الفريد، يعد منظف كادو ضروري لتنظيف الاثاث، السيارات، الحدائق، وينظف زاد السطح باستخدام بريسيون دلو. سؤالنا لسعيد او سعيدة الحظ، شنو اللون اللي تعرفت به كارشير؟ لا يندرى لون احمر، لون اخضر، او لون اصفر. نشوفوا مباشره شكون معانا. الو صباح النور. نهارك طيب. صباح الخير. نهارك زين. شكون معايا؟ زياد بوزيد من نابل. سي زياد بوزيد من نابل، يا مرحبا. اش تعمل في الدنيا سي زياد؟ لا نخدم في لاسيستونس تكنيك. اي وين تابع الشركه؟ تابع الشركه عموميه وين فانا بلاص؟ شركه خاصه شرقيادو. اي شرقيادو. اي ملا تمشي وتجي نابل نافيت كل يوم؟ الحمد لله تيلي ترافاي. الحمد لله يا ربي. ملا ما في الدار وتريقل في الامور تيلي ترافاي. خارق العاده بربي. سي زياد الخدمه هذه عندك مده تخدم عن طريق تيلي ترافاي؟ تيلي ترافاي هكاك عام ونص. عام ونص ولا عام ونص. ولا تقليد في تونس عندنا النسبه نتاع هكا معناها اليوم يشتغلوا عبر تيلي ترافاي في تونس ولا موجود. تقليد موجوده؟ موجود. وخدمتك مية مية ماشية أمورها مريقلة كذا؟ الحمد لله. عم بعد مرتاح طبعا. شنو خير من نافيت والتنقل كذا؟ التكنولوجيا سهلت كل شيء. موجود التلي ترافاي أكثر من الموجود. أنا عندي حبيبي وأصحابي تريبيا يخدموا البرة تريبيا في شركة في ألمانيا، سيبوهم وجاو يخدمون تيلي ترافاي. خارق العادة. إن شاء الله موفق. ستة شهور لنا شهر غادي. بالضبط. هذا العمل، هذا عالم العمل الجديد يبدو. والله احنا في الراديو رانا بقدر معناها نجموا في وقت من الاوقات نخدموا تيلي ترافاي زاد مراد من دارك ونعملوا البرنامج ويتحط على الموجات وكذا، ما غير التنقل هذايا، ما غير هكا التكنولوجيا ماشي الامور في الاتجاه هذايا. سي زياد باش نبعدوا على التكنولوجيا، باش نحكيوا على كارشير. لونها احمر اخضر اللون اللي تعرفت به كارشير والا اصفر؟ تعرفت بالاصفر. الاصفر. سي زياد بوزيد مبروك عليك، ربحت معنا نيتوايور اوت بريسيون كادو بقيمه 400 دينار. مبروك يا سي زياد. كلمه الاخرى ليك لشكون تحب تحيي؟ نحيي حبايبي اصحابي والديا بابا وامي ونهاركم طيب. نذكر يعطيك الصحة سي زياد بوزيد، كنت معانا من نابل، ربحت مع كارشير. يلا 8:19 دقيقة توا باش نمشي ونحكي جامعة كرة القدم. الاتهامات اللي قاعدة تتقال بخصوص الجلسة العامة المنتظرة قائمة كاملة على رأسها زيادة المساني، يقول أنه تعمل له قانون خاص اللي هو لإقصائه من طرف القائمين الآن على تسيير الجامعة، اللي يبدو رجعوا بقوة من أجل تجديد
ولاية جديدة لهم كيقولوا القائمين حاليا. هو نائب الرئيس السابق هو المسير الحالي للجامعة، رئيس الجامعة الحالي سي واصف جليل. مراد زغيدي تبعت اكيد التفاصيل، استمعت لفريق الفريق زيادة المساني اللي يقول يعني فيه عملية اقصاء واضحة ومنهجة لي انا، يعملوا نجيب في الاوراق، يعاودوا يجبدوا قوانين جديدة يحطوا فيها من اجل اقصائي من هذا السباق. انا بصراحة منيش ما فهمتش بالضبط شنو النقطة القانونية اللي يقصدها زيادة المساني، لانه يبدو لي انه الملف نتاعه مكتمل على ما فهمت. شكون زيت المساني؟ لكن يبدو انه تواي هبطت فيدراسيون بالغ. قلت فيه لازم يكون من الهيئة المديرة مش مسير، معناتها مش معناتها يجي هو من الهيئة المديرة، لا مش منتخب. قال لك لازم 4 سنين متتالية منتخب. زيدت المساني جاب عامين من منزل بوزالف اللي هو سعير اللي هو مسير والأوراق حتى في الاسبيرونس حتى الترجي جاب هما المشكلة على عامين بتاع منزل بوزالف. احنا باش يكون معنا سي بلال الفضيلي تقريبا عضو في القائمة متاع زيدت المساني باش يوضح لنا أكثر في الحكاية هذية. ولكن في تقديركم اليوم الاتجاه هذية الهدف متاعه بالفعل اقصاء زياده المسالي اليوم؟ فما رغبه انه سي واصف جليل يحب يضمن حظوظه كامله في انه يعاود مهما كان. يقول لك اللجنه القديمه سقطت قائمه سي جلال بن عيسى، سقطت قائمه سي ماهر جلال قي عفوا، وسقطت قائمه سي ماهر بن عيسى، واليوم فما اراده حتى لاسقاط قائمه زياده المسالي. فما منها الاتهامات هذه في رأيك أنت نجيب وإلا لا؟ حسب هذه قوانين حسب البلاغات اللي شفناهم القائمة بتاع سي جلال تقية والقائمة بتاع مهر بن عيسى كان من المفروض ما تسقطش. حتى رأي الفيفا في الموضوع هذا قلت كان من أجل ما تسقطش القائمة تضم في سي جلال تقية وسي مهر بن عيسى. اليوم عملين عندنا زوز قائمات لي جلال تقية ومهر بن عيسى، إضافة إلى قائمة المكتب المتخلي بقيادة وصف جليل. رسميا توا المكتب المتخلي باش يتقدم في ترشحه 99% ما قال 99% باش يترشح. مال هما فيش يعملوا هذا الكل ليش؟ تمال هذا الكل ليش؟ والله أعلم. يقول لك أنا ننفذ في القانون، ينجم يقول لك هكا وأنا ما عنديش القانون ما تزيدش لهنا نفسها توا الشيء شروط الانتخابات الرئاسية. وليت نفسش احنا هذاك عليه راهو احنا يقول نقاربوا فيها في برنامج، احنا مانيش برنامج رياضي. خونا ايمن زروق ومين جلنزه والاختصاص، لكن العباد وليت تاخذ فيها ك نموذج مصغر لما يمكن ان يحصل تو في نفس الديباف الانتخابات الرئاسيه. يقول لك القوانين هذية اللي كذا قد يكون فيها اقصاء الفلان، وجهه النظر تاع واصف جليل يقول لك انا نطبق في قوانين ما موجوده. خليني هاو معايا سي بلال الفضيلي عضو قائمه زياده المساني باش يعطينا توضيحات اكثر. استاذ بلال مرحبا بك. صباح الخير سي برهان، مرحبا بك، مرحبا بالحضور الكل. صيحات الفزع اللي اطلقتوها على اساس انه عملوا لكم قانون على المقاس لاقصاء قائمتكم واقصاء زياده المساني، شنو هي مبررات الصيحه هذه؟ والمكتب يقول لك هذا القانون وانتم تعرفوه، القانون ساري به العمل من قبل وانتم عارفين قانون اللعبه، كيف ترد سي بلال؟ صيحات الفزع ما قامش بها، ما قمناش بها كان احنا رجال القانون اللي تكلموا في البلاتوات الكل وفي المنابر العالميه الكل 3 ايام هذا مرة نهار هذا منذ اصدار البلاء كلهم مشاو في نفس الاتجاه. ولأول مرة أنا تقول لي الجامعة تقول احنا ما سمعناش توضيح لا من الجامعة لا من لجنة الانتخابات. يظهر لي أول مرة يظهر لي أنا في تاريخ البلاغات وفي تاريخ الوعد معناها يصير إشكال ما فيهوش طرفين. المرة الوحيدة اللي ما فهمش طرف ثاني دافع على روح. اليوم شفنا لجنة مستقلة للانتخابات اللي الاستقلال نتاعها مشكوك فيه، لأنه لجنة مستقلة تنهي البلاغ نتاعها ذا عبارة ريكومنداسيون فيفا. يظهر لي اللجنة المستقلة اللي تحط علم تونس من فوق لأنه شعار الجامعة التونسية لكرة القدم يحمل شعار تونس وتحط لوطا ريكومنداسيون فيفا، أنتم أكبر مني سن وقدر وعندكم أكثر مني خبرة وتعرفوا إذا كريتوا قبل لجنة مستقلة تصدر بلاغ في ريكومنداسيون خلينا نتعلم، يعني أنا هنا باش نتعلم. هذه من ناحية. من ناحية ثانية وقت اللي ما نلقاوش طرف ثاني يدافع على الموضوع هذا نفهم معناه بالوضوح
وانه الامور دبرت بليل. انه كتشوف انت بلاغ في فصل 36 انت من المفروض وقت اللي تدعو جلسة عامة ساعة وانت اعتدت وانك تدعو جلسة عامة ما عندك شهر شهرين من دعوت النفس الجلسة العامة. لكن متأسفين اخرين عملت بلاغ وما حددش فيه الفصل 36 من اصله. سي بلال دون الاغراء في التفاصيل القانونية اليوم مش فهم معلش تعتبروا تعمل حاجة على مقاس زيادة المساني باش ما يترشح؟ شنية الحاجة اللي تعملت؟ باي خويا اعطوهم بسط لك انا الموضوع ببساطة. خويا الفصل القانوني يقول يزمك تكون خدمت 4 سنوات نائب رئيس في نادي. بوندون دي سنين يعتمدوا اتستاسيون تمشي للرئيس الفريق بتاعك كيما مثل سي زيادة المساني يمشي سي حمد المدن يعطيه اتستاسيون يقول راهو خدم معايا في الترجي نائب رئيس يحصل اتستاسيون هذيك يعتمدوها. اليوم تلقاو زيادة المساني يخوف زي التمثال خذا الورقة هذه اللي كانوا يتصوروا أنه سي حمد المدن ما يعطيوش خذاها مشاو زادوا للفصل 36 زادوا توسعوا فيه ووصفوها وأني تفسير للفصل زادوا أنه لازم يكون موجود في لونكاجمون وقتها تزيد الفصل هذا جديد وقتها تزيد؟ تزيد نهار البلاغ نهار 16 ولا نهار يعني ديما تغيير قانون اللعبه ديما لافي بتاع الانتخابات ديما لا سي بوران مش لافي سي بوران فتح باب الترشحات كان نهار 12 احنا زدنا الفصل والعمليه والماتش يلعب والماتش يلعب جمله مش قبل ما يبدا الماتش هذا هو الماتش يلعب معناها هو فتح باب الترشحات من نهار 12 لنهار 20 شنو هي الزياده بالضبط زادوها في عوض 4 سنين انه لازمك تكون موجود في لونكاجمون بلال فسر لونجاجمون شنو هي فسر اش معناها لو دوسيي دونجاجمون خاطر برشا ناس ما تعرفش بالضبط كل هيئه مديره في نادي وقت لازمها في اول الموسم وقت اللي تعمل انخراطها في البطوله عندها معلوم تخلصه وعندها انا بريميت عمره اللي هو شكلي يحطوا فيه 5 6 مسيرين واحنا نعرفوا ان الهيئات المديره ماهيش متكونه من لوبيرو ديريكتور عمرها ما كانت متكونه من المكتب اللي يحطوه في المكتب الجامعي هذا اللي يتحط في المكتب الجامعي امور شكليه باش ينخرطوا في البطوله ومن بعد تصير عليه تغييرات والهيئه عاده تكون متكونه من على الاقل 20 شخص على سبيل المثال نائب الرئيس كل رئيس جمعيه عنده 4 5 نائب رئيس لكن في لوكاس ما يحط نائب واحد لانه هكا سنه العاده فوتينو رئيس الفيفا عنده 4 نائب رئيس مالك تعطيلهم كازمون يحطهم 4 في الجامعه التونسيه اذا 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 بلال زياد ماهوش محطوط في اللونجاجمون هذايا مبدئيا مش محطوط هم على هذا خدموا باش فوالا هم خدموا على هذا الوقت اللي فما صار تسريب في الفيسبوك وحطوا ليزابتيستاسيون تاع زياد دونك هما تسارعوا لك علاش بعد تاريخ 12 باربع ايام بعد فتح الترشحات بعد باربع ايام هبطت الورقه تاع زياد تاع ليزابتيستاسيون تاع النادي حلوا هما شنو باش نعملوا لوجوا طريقة غير قانونية وعملوا بلال فضيلي يقول قايل معليش فما زيادة معليش هو بالذات ولا قايمتكم انت بالذات تخوف المكتب الجامعي الحالي معناها يقول قايل علاش معناها العباد ساهرين عليكم ويلقاو لكم في الشقيقة والرقيقة كيف باش يقصيوكم معليش سي بوريان هي ماهيش قايمة زيادة التمساني بالذات اولا ساعة ثلاثة سوس قوائم الاخرين اللي ما يشكلهمش يمكن مش ملهمش بس انا ما نعرفوش شو محاضرين لهم احنا زيادة المساني عرفنا بالفصل هذا انهم حاضرين لهم حاجة ما نعرفوش الاخرين مازال ما نعرفوش هذه اولا لكن نعرف انهم حلوهم بطريقة غير قانونية لانه جات الفيفا ونفس اللجنة لجنة الاستئناف ولا لجنة التكليف ولا لانهم سوس في جان هذم ويظهرلي معك مراد صغيري معك صديقي مراد ومراد يعرف مليح وانهم اللي جان هذم يقع اقتراحهم من المكتب الجامعي على الجلسة العامة نهار الجلسة العامة وهذوما كانوا أعضاء جامعيين في المكتب الجامعي معناها اللجان هذه راهي ماهيش مستقلة راهو بالاسم مستقلة يعني سي بلال الفضيلي معناها أنت تقول راهي ماهيش القانون لإقصاء زيادة المسالي يبدو أنه فما اتجاه لإقصاء حتى بقية القائمات لفتح الطريق أمام المكتب هذايا لكي يجدد نفسه هذا هو خلينا نكمل لك الفكرة هما سوس قوائم الأخرين وقاولهم فين يطعنوا غدوة مش مشكل بقى يلقاولهم فين يطعنوا وحتى كما لقاوش فين يطعنوا على الميدان راهم مختلين عليهم أشواط لأنهم هما متمكنين من المال العام لانهم يفرقوا في المال العام شتقصد في شكل منح ابو يوم المكتب الجامعي اي سيدي يوم المكتب الجامعي يمنح مع اسكو انت مترشح وتعرف روحك مترشح نورمالمون قبل 6 شهور تستقيل
شنو معناها الشهر الاخراني قبل الانتخابات تعطي في المنح للانديه والانديه تحق منح كان الشهر هذا؟ معناها تتهموا انه يعمل في الحمله الانتخابيه بالمنحه؟ لا نحكي لك في وقايع انا متهم في الحمله، نحكي لك في وقايع. انا عندي امانه في المحكمه ما نجيش في الاذاعه. انا نعطيك في وقايع. هذا شو صار حسب البلاغات تاع الجامعه؟ الجامعه عطات 6000 دينار للفرق تاع درجه ثالثه سي ا او 10000 دينار للسي ا، وهذوما مجموعهم 700000 دينار. انا متهمش، انا نحسب بالكالكوليتريس ونقول لك تنجم انت بدك تعملها. متهم حد هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى انت عندك شكوك ضمانات على الانديه عندك وانت غدوه مترشح كيف كيف، راني ما نتهم حد، اما الشيطان ينجم يلعب. وكلك زاد راهو لي زافونتاج اللي تعطاو للحكام اخيرا، ولي زافونتاج اللي تعطاو للكتاب نتاع الرابطات. وانك انت عندك السلطه المعنويه والادبيه والماديه على الرابطات اللي باش تصوت لك. نعم. لبالك اللي الرابطات عندك 12 رابطه في 5 اصوات. نعم. يعني ما يعادل الرابطه الاولى. نعم. الرابطه الاولى عندك فيها 5 اصوات من 14 والرابطات عندك 5. سي بلال، سي بلال اخيرا وقت كمل الفكره، كمل لك فكره واحده بسرعه بسرعه بسرعه. اقصاء زياده التمثيل، زياده التمثيل اقصاء لانه كواجي سيدي، هاو علاش التركيز عليه؟ لانه الكواجيه منذ وقود تم اقصاهم من طارق ذياب ومراد يعرف من طارق ذياب بالباك في جدو. وكل عام يجيب شي دراسه كوارج نعملوا له قانون على المقاس. سي زياد شافهم الكل، زدناه كلمه انكاجمون. كان زياد شاف الانكاجمون رانا قلنا له اسمك يلزم يبدا بالدبل في ولا دبل يبدا بالشي. واضح سي بلال، فما امكانيه الاستئناف راهو. اخيرا الجلسه هذه وقتها باش تعمل وقتها نعرفوا شنو هي القوائم اللي قبلوها رسميا؟ نهار 20 اللي هو غدوه نهار السبت باش يتم، هو اخر اجل لايداع الترشحات. ونهار يمكن نهار الاثنين باش يعطيونا النتائج الفرز. وانتم اودعتوا ولا باش تودعوا؟ لا احنا ان شاء الله باش ندعو غدوه ان شاء الله. غدوه باش تودعوا. يلا غدوه اذا رسميا قائمه زياده المساني باش يتم ايداعها لدى الجامعه، كما نجموا ناكدوا ذلك. ونهار اثنين تعرفوا شنو هي الردود. هذا مش موجود في الاستاديو كي بدينا واضح وكيف تحت الترشحات مش موجود، ما يعنيناش. واضح سي بلال الفضيلي عضو مكتب جامعي سابق ومترشح في قائمه زياده المساني شانتي زاده شانتي في الجامعه. تو نجيو نعلقوا عليه لكن جوست بعد ما جيهان باش تعطينا لفتره فيك هكا. يلا تبقاو معنا يفهم. 8:36 دقيقة مازلتوا تسمعوا فينا في ايميسيون امبوسيبل. حبيت تعقب مراد بسرعة، عندي اريج. لا بون، في الدبور الكلام اللي قالوا بلال الفضيلي على العموم معقول. العركة يا اخي ماشية معناها. وثانيا معناها انا الحاجة اللي فما ناس يقولوا لا تطبيق قانون، والقانون راه ماناش باش ننفذكوا حتى كان بقينا قائمة واحدة، المهم منسجمة مع الشروط القانونية، هذوما من داخل المكتب الجامعي. ناس اخرين يقول لك هذا كل معمول باش نخليه قائمة واحدة اللي هي تجديد المكتب الحالي. أو النقطة اللي أثارها بلال الفضيلي مش نقطة نتاع قانون، نقطة نتاع ممارسة نتاع عادة عرف عرف فوالا العرف لو اجعل كلمة العرف. أنا شخصيا استغرب وأنه زياد المساني مش موجود على الفي دونجاجمون وقت اللي كان مساعد الترجي. مانيش متبع للدرجة هذه الأمور نتاع زياد المساني ولا الأمور نتاع الترجي وقتها. دونك بون كان قالها بلال الفضيلي سيكو افيكتيفمون زياد المساني ما تحطش على ما يسمى بالانجاجمون نتاع الجمعية. هل أنه اليوم فما نية باستعمال كل الحيل لتكسير القوائم؟ أنا ما نستغرب من حد شيء. سيد أغزر لي مراد ماذا بيع من عندك المعلومة رسميا حسب رأيك واصف جليل رجع للسباق خطر في وقت من الأوقات قالوا ما عادش ولن نجدد وسنحترم يعني القرار نتاع عدم المراه باش نعطيه العهده وكل الكلام هذيك، وقلنا الكواليس ويزي والضغط كبير كان والعباد تطالب بالتجديد. لكن اليوم ظهر لي تم امتصاص الموجه هذه، رجع واصف جليل في الكورس. كنت نحكي للغازي قلت له بكل تواضع طبعا، واحد برشا مرات غلط لكن ساعات ما غلطش في التحليل. قلت لكم وقت الرئيس عمل لك التدخل حب يقول نظفوا بالكرشير الطبقه القديمه. كانت فكره بالحق وكان حديث حقيقي وقلنا جماعه تفجعوا ولازم وما عادش باش يعمل قائمه. لكن شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ وقت انت تحب تعمل هك لازم يكون عندك بديل. الساحه اليوم تاع المسيرين الرياضيين في تونس الكل عنده دوسيات. قوائم ماهر بن عيسى ما كانش مقنع، جلال كل واحد ما كانش مقنع. كل واحد عنده حاجه، كل واحد عنده دوسي، وبالتالي في وقت من الاوقات
خلي نقولوا السلطة إذا كان صحت هالكلمة قالت بلا القائد روحه هل كونديدا إيديال هل نظيف ماهوش موجود ماهوش متوفر خليهم بتيتر فما نوع من الاتفاق مع وصف جليل قد يكون تجميع وصف جليل لقائمة مع عماهر بن عيسى ماهيش مستحيلة فرضي ماهيش مستحيلة نتاع قائمة وفاقية ماهيش مستحيلة علاش ماهر بن عيسى بالذات معناها الوفاقية علاش ما تكونش زادة من المعلومة اللي عندي عندك معلومة اللي عندك قد تكون معناها فما حكاية فما نجم تكون فما حكاية نجيب نرجع لك لنفس خطر انتخابات الجامعة سي بوليتيك توا اللعب لها أكثر تقريبا انتخابات مسيسة رئيس الدولة وما أدراك تدخل بالتلميح لضرورة تنظيف الجو بتاع الرياضة كنت تتذكرها وإحنا كنا نحكيه على قائمة فيها وصف جليل وفيها حسين جنايه لكن فجأة بعد كلام رئيس الجمهورية حسين جنايه قال أنا سامحوني مانيش مترشح ووخروا الناس الكل التالي وبعد رجع اليوم رجعت الجماعة مسيسة لكن صعيبة راو سامحني نجيب 10 ثواني راو فما 200 وش النادي في تونس حتى اليوم كنت رجع نظام بن علي ما نجمش يحكم فيها صعيبة ياسر نسبيا أكثر واحد يحكم الوصف جليل تو توا سيفيني خذا الشهرين هذوما كانوا لصالحه وهم تاع التأجيل راو سيب 10 ملايين الجامعات الكبيرة و6 ملايين الجامعات الصغار تو سيبهم راه يكم يا اخي تو نحكيو على الفلوس ما نعملش بها حملات انتخابية لا تقول لي هاو مسيب منح يقول في اطار خدمتي منح في اطار خدمتي منح عشية الواحد وشد شيكات على اغلبية الفرق الكبيرة وي او يوظف في الحكاية هذه هو ما يقولكش مباشره هو ما يقولكش مباشره اما هذا وقع موضوعي في البوليتيك يعني في البوليتيك اليوم الوزاره موجوده الدوله موجوده الفيفا وكذا في البوليتيك فما تزكيه الوصف جليل سيفينيه من شكون اختاروا من طرف سلطه الاشراف انا من طرف الوزاره مش من طرف الرئاسه مالا رئيس السلطه سلطات شوك تو انت الحوار الاخر بتاع السيد وزير الشباب والرياضه كي يقول لك فما ناس باش تترشح باش تبيض روحها باش تنظف روحها الجماعه التونسيه لكره القدم البارح كان سمعت سي محرز بوصيان في مداخله كنت انا في رايي جاتني على المضاغه قال لي يا ولدي اللي متهم هذه تشلكوا في العبد الكل هاو فما قضاء شي باش يبيض روحه بار قد به دوزي طيب يمشي للحبس راه مش معقول اللي قاعدين نشلكوا في الناس كل كله لانه اي واحد يتحرك ينجم بحلالي وحرامي يطلع له دوزي اليوم انا في تقديري نجيب الدزيري المنظومه المكتب اللي كان فيه وديع الجري قلنا ريه الكره فيها مشكله في البلاد تيبون نجددوا الكره فيها مشكله في البلاد وانا في الراي ما ينجم يحسن الامور كان صاحب الشركه كان واحد كوارجي يلزم الكوارجيه يتدخلوا في العلم الكل هذه شدينها كوارجيه معناها انت تو وليت بدلت رايك وليت مع الكوارجيه لا خاطر ما بدل دايما نجيب لا فهمني خليني من رايك انت خليني من رايك انت بالك يا نجيب زياد المسيني يقال ماهوش مرشح السلطه انت لا خليني مش مرشح هو يقول لك انت مش باش ترشح زياد المسيني اصلا شي طيحوه بالعباد نجيب في الاخر فسر ما لي ما اكلم برهم سيز قال لا لا فسر لي برا تو هو نقص تو ينقزها اسمع نجيب السلطه كي تقول لي الوزاره شيء والرئاسه شيء معناها الوزاره مع شكون الوزاره هاي. مع وصف جليل هذا رسمي على العلاقه والجيده من المشيه بتاع الكوب دافري في واستقبال المشترك الوفد الفيفا وكذا من مع وصف وبحكم الزماله والصداقه بين وصف جليل وصير علاش تقول لي الرئاسه شيء وال لانه الرئاسه مع تغيير المنظومه لانه يا برهان الاستاذ قيس سعيد يقول لك اعطيني على نظافه في تصوره هي علاش تأجلت الأمور علاش اللجنة طيحت زوز قيمات لأنه هذاك توجه الرئاسة طبقوا توجه الرئاسة هاو ناخذوا بخاطرك تو نعجل الأمور دخلوا الفيفا يلزم فهم انتخابات ولكن بالصيغة هذية يتسمى تم الالتفاف على التوجه وخروج من الباب وعودة من الشباك أنت تعتبرها هكا هذه هي لأنه التوجه العام يلزم التغيير التغيير شبيه وصف جليل ماهوش باش يكون بنفس المكتب القديم باش يكون معاه مكتب بناشي لا ساعة قعدوا جزء مهم المكتب القديم أولا منظومة ما تبدلتش أنا نعاود نقول لك الكلام اللي قلته حاسب المعلومات اللي عندي راهو النية كانت في التصفية
التصفيه بمعنى الكلام نتاع اكل اللغه نتاع التطهير وكل، لكن على ارض الواقع لو كونديدا ايديال مسيو لاف بلو بلون ما تلقاش الانسان الطاهر الطهور خليني عمر بالخطاب خليني مع الاديب المتجدد ما فهمش كونديدا. يلا خلينا نمشي توا، عندنا مكالمه مهمه من القيروان توا. شيلا بيلا مع اريج الحمروني. صباح الخير برهان، مرحبا بليكيب الكل، تحية لكافه مستمعي إذاعة إي أف أم. باش نحكيو على اللي صار البارحة في القروين في نفس اليوم، حالة من العنف والإجرام نجمو نحكيو عليها داخل المؤسسات التربوية بعد ما تعرض أستاذ لمحاولة طعن من قبل تلميذه داخل القسم وقت اللي كان يكتب على السبورة بآلة حادة في المدرسة الإعدادية دار الأمان. التلميذ يدرس في السنة التاسعة. في نفس اليوم كذلك استقبل المستشفى المحلي بحجلة التلميذ بسنة الثامنة تعرض لإصابة على مستوى الفخذ كذلك بواسطة آلة حادة من قبل زميله. كل التفاصيل على زوز الاعتداءات هذوما. مشكور جدا معنا عبر الهاتف سيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان سي أحمد القدري باش يعطينا كل التطورات في زوز مواضيع هذوما. ألو، أهلا وسهلا بيك سي أحمد. أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بيك وكلكم مستمعين. شكرا ليك على التدخل معنا. ما نعرفش بأي حادثة تحب نبدأ، وهل بمحاولة طعن التلميذ لأستاذه؟ طمنا على حالة الأستاذ، وكذلك البارح أخبار على إلقاء القبض على التلميذ هذية والأسباب إلى غاية أمس ما زالت مجهولة. شنو آخر المعطيات فيما يخص حادثة الطعن هذي؟ والله الواقع هذه جدت يوم أمس الموافق 18 أبريل 2024 تقريبا في حدود الساعة 10 صباحا بعددية دار الأمان بالقيروان، وتتمثل صورتها في إقدام تلميذ مرسم بالسنة التاسعة بالمدرسة المذكورة على طعن أستاذ أثناء الدرس بواسطة سكين على مستوى الكتف. ومن ألطف الله ما كانتش الإصابة بليغة. كبيرة ما كانتش بليغة، وحاول التلميذ كيف في مرة ثانية عاد الاعتداء على الأستاذ، أين تدخل مجموعة من التلاميذ ومنعوه من مواصلة ذلك. وشو الأسباب سيد أحمد؟ هل تم التعرف على أسباب أقدام التلميذ على حادثة الطعن هذه؟ مبدئيا وحسب المعطيات الأولى والصداقات الأولية، الطفل كان صرح بأن سبب الاعتداء يعود إلى مشاكل عائلية في منزله، في انتظار الوقوف على بقية الأسباب باستكمال الأبحاث. يعني وكأنه رد فعل لعدم الاستقرار النفسي للتلميذ بسبب اللي يحصل له من مشاكل عائلية، رد الفعل على أستاذه هك مبدئيا. مبدئيا خطر حسب التصريحات تبين انه ما كانش فما معنى اي مشكل بينه وما بين الاستاذ، ولا حسب التصريحات بعد تعود هذه كل المشاكل عائلية في داخل محيطه العائلي. ما زالت الابحاث متواصلة، وان شاء الله باستكمال الابحاث نوقفوا معنا على الحقائق الكامله. سيد الرئيس باخير صباح الخير، يعيشك سيد رئيس. سيد رئيس بربي بس بعض التفاصيل. الآلة الحادة السكينة مش كان نوحة معناها سكينة متاع عادية متاع مطبخ ولا مطوة متاع يعني حسب اطلاعك على التفاصيل؟ سكينة متاع مطبخ صغيرة وتم حجزها على ذمة القضية. سكينة متاع مطبخ جايبها معه، مو شكل السكينة البروفيسيونيل هذيك بتاع اللي يستعملوا فيها المجرمة. باي واضح هذا. عمر التلميذ قديه سيد رئيس؟ التلميذ المواليد سنة 2008 ومرسم من سنة 9 كما قلت لك بالمدرسة. ونتائجه نتائجه الدراسية شنية حوالها؟ والله هو كما قلت لك يعني الاسباب هي اوليه معناتها مشاكل عائليه وتقريبا معناتها زاد يعاني معناها من على مستوى المستوى الدراسي بتاعه معناها من نقص كبير ممكن ادى هذا معناها للفعل القام به. الاستاذ عندك شي فكره سيد الرئيس الاستاذ الماده اي ماده؟ والله الأستاذ الحقيقة ما عنديش بالضبط معناتها المادة اللي قري فيها. اللي قري فيها المعلومات اللي عندي انه هو معناتها اثناء الدرس الاعتداء عليه. واضح واضح سيد احمد. هذه فيما يخص حدث محاولة التلميذ لطعن استاذ، ونمر لمحاولة تلميذ او طعن تلميذ لزميله ببوحجلة. لو كان طمنا ساعة على حالة التلميذ وتعطينا بعض تفاصيل حول الموضوع. كيف زاد الحادثة هذه حصلت يوم أمس، تتمثل وقعة في تلميذ من مواليد سنة 2006 مرسم السنة التاسعة أساسي
بمثل العددية الوحاجة أعتدى بالتاريخ العام غير بعيد عن العددية المذكورة على تلميذ آخر يدرس بمعهد حر وذلك بواسطة سكين على مستوى الفخذ مما تسبب له في جروح وعدد 4 رتوق على مستوى الفخذ. مبدئيا الحالة بتاعه تلميذ مستقرة في انتظار عرضه على الفحص الطبي وبيان مدى خطورة هذا الاعتداء. والأسباب ما زالت مجهولة زيدا؟ الأسباب هي مبدئية فما خلافات سابقة بينه وبين المتضرر أدى معناتها للاعتداء بالعنف هذا. وعلى ضوء هذه المعطيات سواء في الواقعة الأولى واقعة الأستاذ تم الاحتفاظ بالطفل المعتدي على ذمة الأبحاث في انتظار معناتها استكمال الأبحاث وكيف زاد في نفس الواقع هذه كيف زاد تم الاحتفاظ بالطفل كيف واضح. مشكور جدا يعطيك ألف صحة على كل هذه التفاصيل سيد أحمد القدري ناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان. ها نجيب شنو جماعة الخير بجيت باش نسألوا على السبيخة زيادة اش صار في السبيخة واحد ضرب مرته على عينه وورا وطايش روحه في بير يا والله حوال يا والله حوال. ما الذي يحصل جماعة الخير كما قلت الأحداث اليومية العادية اللي مو فيها نحكيو فيها في الإعلام للمرة الألف نحكيو فيها ولا فما حاجة تزايد غير مسبوق ولا تزايد غير كذا خاصة ها ولينا نسمعوا في تحاليل فيهم شكون يرد مثلا في صحيفة الشروق الحكاية هذه الكل يقول لك هذا مخطط أمريكي لتدمير الدول يعتمد عنف الشوارع والمخدرات والجريمة وديجا فيه تلميح حتى اللي حاصل في تونس المدة هذه معناها أغزر التحاليل وين توصل جماعة يقول لك في ديفير عادي جماعة يقول لك هذا وضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتصل إلى حد المؤامرة الأمريكية جملة نجيب الامريكان برهان ما يحشموش وهبطوا اللي هما مازالوا في نفس اللي عانت للجيش وللحرس وللشرطه والكذا في علاقتهم بتونس مازالت نفس الامور وما تغيرتش ولهذا لهنا باش نغير وجهه النظر وانا والله جريت الشروق معناتها مع امريكا كل معناتها واحد يجي علاقتها الدوليه ري الولايات المتحده الامريكيه مش فادلك راه ما انت نهبطوا للارض شويه وما نمهمش جرواحنا وما نجنوش امريكا تجم تحبس لك الانترنت والضو والماء والدنيا الكل وتوقف والسوارد وتعمل لك كل شيء ما انت ولا هذا باش يقولوا هي امريكا ضد النظام امريكا مش ضد النظام وامريكا قلت لكم دبروا روسكم به لا هذا اولا ثانيا نبرين اليوم كي نجي نشوف ولكن انت يا نجيب ايضا تتبنى نظريه التخطيط انا قلت فرنسا مش امريكا انا سخايلو السيد رجع له شويه هكا حكمه بالتعليل هو قال لي لا مش مال امريكا لا هذه فرنسا يعني جريمه بوحجله وراها زاد لا 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 انا معلوم لا لا انا نحكي في الدول تنامي الحكايه هذه لا لا هاونا نعلق على شروق بعد نجيو للتنامي الدول اللي تحب تاثر في تونس وفي العواصم بتاعها ورئيس الجمهوريه عائلة وزير الخارجيه فيش ما مجلس الامن القومي قال له احكي مع السفراء قصه اخرى احنا على حكايه تنامي العنف تنامي العنف انا مش نحلل الفليسيتي سالت بحث البدايه في درع اللوش الجريمة اللي صارت في درع اللوش اي بربي هذه مهمة المعطى اللي عند الجريمة اللي صارت في درع اللوش اللي حرقوا دار اللي الراجل حرقوا دار الراجل مجموعة من الشباب توينسة توينسة 14-15 سنة ماي. ايضا في الكبارية زوز حم هدوا على بعضهم ايضا حي التضامن والمنيل في محاضر بحث البداية يقول لك الجملة موجودة في محاضر البحث وهم فما سادة محامين مش صوروا محاضر البحث البداية بتاع درع اللوش هذه بتاع درع اللوش في استنطاقهم ايه؟ في استنطاق يقول لك متأثرين بمسلسل فلوجة ولد مفيدة معنى الولايات كي تشد يسألوا فيه هما يسألوا علاش انت ولد هكا وكذا بعد مش علاش حركة اي طبعا هذيك يلقيو تقريبا جملة متداولة بين ثلاثة شنين المسلسلات ما بين درع اللوش الكبارية والتضامن يقول لك متأثرين بمسلسل الفلوجة ولد مفيد اتكرر اكثر من مره الحكايه هذه للدرجه هذه نجيب للدرجه شنو الدرجه ما التاثير هذه معلومه التحليل هذه معلومه هذه معلومه موجوده في محافظ الصندوق الاوليه لان الشبيبه نقول لك اليوم نحب ولا نكره فما شكون يحب يخرب المجتمع بالمخدرات هذا واقع موضوعي
راهي يا برهان راهو المخدرات قاعده تبيع قدام الكوليج مش اللي زي. دكتور دكتور فتحي المسعودي من لندن يسمع فيك يقول لك بريطانيا تعيش ايضا حاله كبيره من العنف داخل المدارس، كل يوم نسمع في حوادث قتل بالسكاكين في الشارع. هذه بريطانيا، بريطانيا ايش باش تقول؟ مؤامره عملها شكون؟ عملتها ايران المانيا. بينما وزيدي يقول لك يا نجيب امريكا حوادث القتل باطلاق الرصاص داخل المدارس وفي الشوارع رائجه ومتواتره. ياذوكم بعد ما وصلوا للطوب ديما اللي هو الكورب كيوس اللي يعود يهبط عادي، ياذوكم بعد ما فاتوا التقدم والعاول وصلوا الطيارات والصواريخ والساتليت يرجعوا والكرتوش عادي بالنسبه ليهم وكذا، واخلاق مش نفسها. اما نحن اما نحن تقول شيء نحن خاصة معنا خاصة نحن يا أبو غادي وما فماش تجريم المخدرات وكذا. نحن الوضعية هنا اليوم نقول لك كلمة ذيات بجاه ربي برين، تلقى ولايت صغير قدام الكوليج شد فاب تمني نجيب الصور تجري فاب، راه عمره 9 و10 سنين راه فيهم صغيرات صغيرات تقول شو جيلنا جو وليداتنا صاير فيهم. راه اليوم اسهل صغار 10 و11 و9 وكذا ناس تبيع في الستالي والحرابش والانواع بتاع المخدرات اللي خلقها الله اللي خلقها اللصوص والحراميه الكل. شنو ذنب المسلسلات في ذلك؟ اخي ما يتم اقحامهم في اليوم وقت اللي العائله بالوضعيه الاجتماعيه مستقله بالتربيه تخرج الصباح تروح في الليل تجري على الخبزه باش توفر ستيلو والكراسه. اليوم وقت اللي المدرسه العموميه يعلم ربي بحاله وضعيات والناس كل دو مش القيم من الضربات ومن البرامج التعليم وكذا فهمني. اليوم معناتها المدسيس يلعب في الدور التربوي مش التعليم التربوي. نعم. اليوم ما فماش الاسره مستقيله الاطار التربوي مستقيل الدوله في حد ذاتها الدوله ايش عامله لك الشباب البرامج المدرسيه معك الساعة كروز النظام التربوي بيدو نظام التربوي مازال مقنع ولا ان شاء الله الفكرة اللي عملها رئيس الجمهورية بتاع المجلس الأعلى للتربية. نعم. تلقى حلول للشيء هذا. راهو مش معقول يا ناس 9 و10 راهو في أمريكا المتقدمة والمتطورة تحت ال 8 ما يبيعوش الدخان ولا الكول الصغيرات مش وصلنا المخدرات في أمريكا يمشي صغير يبيعوا له سيجار ودخان يمشي الحبس اللي يبيع له بالضبط. تينا احنا اليوم يا نجيب في أمريكا في عمري أنا تقف تاخذ مشروبات كحولية في السوبر ماركت لقيت بطاقة تعريف. ليه؟ صارت لي أنا في أمريكا؟ إي حتى للكهول اي نشك فيك قول لك بالك اي خاطر بريسيزي في امريكا الكول في كل بلاصه ايه ما بدك معناها عند تخاخني تاكل بطاقه التعريف ايه على عمره ايه يقيدها قدر هو على التيكيت كاسي قيد راهو فلان فلان عمره كذا كذا فهمتك فهمتك واضح. يلا شرفنا على ساعتنا الثانيه نخليكم توكيل عاده عندنا سكوب في علاقه بالجامعه خلينا اللعبات تستناه بعد 9 اخبار عندنا اخبار مهم قد يكون مهم في علاقه بالانتخابات العمليه الانتخابيه بعد 9 تلقاونا في ساعتنا الثالثه يلا بعد شوية مكملين في إيميسيون إمبوسيبل مع برهان بسيس على إي إف إم أحلى راديو.